قبل ساعة من عقد جلسة مجلس العموم الأسبوعية، تلقت بريطانيا باستخفاف أنباء فرض عقوبات روسية على 287 عضوا بمجلس العموم، حيث قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن ذلك يعتبر وسام شرف للمشمولين بالقائمة. لا أريد أن أقلل من شأن من لم تشملهم العقوبات الروسية، والمئتان 287 الذين شملتهم العقوبات نعتبر ما تعرضوا له وسام شرف، وسنستمر في دعم الشعب الأوكراني وحقهم في الدفاع عن أنفسهم وحماية عائلاتهم وبلادهم. هذا ما نفعله ويحظى بدعم البرلمان بكل أطيافه. القرار الروسي شمل أيضا أعضاء سابقين بمجلس العموم، ما جعل وسائل الإعلام والسياسيين البريطانيين يسخرون من روسيا. أنا ممتعض من أنني غير مشمول في قائمة العقوبات، وبصراحة متفاجئ وأتوقع أن روسيا تقبل كل حديثي عنها خلال السنوات الماضية، وأقول من جديد أن بوتين بربري ويجب أن نعمل على إفشاله. رئيس مجلس العموم أكد أنه سيتابع الأمر مع الحكومة للتعامل مع العقوبات الروسية. أعبر عن انزعاجي من القرار الروسي. بدلا من الرد الفوري عليه، متأكد أن الحكومة ستدرس حيثيات القرار، وأطالب الحكومة بإطلاعي وإطلاع البرلمان على تطوراته. روسيا كانت قد فرضت أيضا عقوبات على جونسون واثني عشر من وزرائه بداية الشهر الجاري. قرار فرض العقوبات الروسية على أعضاء في مجلس العموم والحكومة البريطانية كان متوقعا مع استمرار بريطانيا في اتخاذ نهج عدائي تجاه روسيا والتأكيد على مواصلة جهودها الهادفة لإفشال خطط بوتين. جياب أبو صفية، سكانيوز عربية، لندن.